الأخبار من أونلايف، أهلا بكم. استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل عددا من الموضوعات، في مقدمتها بيانات الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل. كما تناول الاجتماع عددا من الضوابط المقترحة الخاصة بتوريد القمح الموسم المقبل، علاوة على مقترحات تطوير صناعة الغزل والنسيج. وفي ختام الاجتماع وجه إسماعيل باستكمال دراسة بعض النقاط المقدمة خلال الاجتماع في مختلف الملفات وسرعة إعادة عرضها على اللجنة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرارة نهائية بشأنها. كما عقد رئيس الوزراء المهندس الشريف إسماعيل اجتماعا للجنة العليا لمياه النيل بحضور وزراء الكهرباء والري والبيئة، ويهدف الاجتماع إلى متابعة الملفات المتعلقة بملف مياه النيل. وفي شأن آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تعفى من الضرائب الجمركية كميات السكر الخام التي ستستورد خلال الفترة من مطلع يناير 2017 وحتى نهاية ديسمبر من العام الجاري. أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن العمل يسير بخطوات ثابتة في مشروع تنمية منطقة القناة، معتبرا أنه يمثل أملا لمصر والأجيال القادمة. وخلال استقباله وفدا من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استعرض مميش فيلما تسجيليا عن المراحل التي مر بها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، بجانب عرض تفصيلي عن مشروع التنمية بمنطقة القناة. إضافة إلى الإسماعيلية، يزور الوفد البرلماني خلال اليومين المقبلين بين مدينتي السويس وبورسعيد. أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية تشهد تطورا ملحوظا لافتا، إلا أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الأسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصري وتوسيع المشروعات القائمة، خاصة في ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير منتدى الأعمال المصرية الإسبانية. العام الماضي حوالي 40% لإسبانيا، فدي طبعا أرقام أعتقد أنه مشجع نقدر نزودها أكثر. الوزير الإسبانية جات معها وفد من رجال الأعمال ومن أكبر الشركات الإسبانية، يعني يمكن زي ما بتشوفوا أن هذه الشركات وهذه الوفود اللي بتيجي ده بيدل على انه ان احنا ماشيين في الاتجاه الصح، طبعا بيدل على مكانه مصر واهميتها بالنسبه للاستثمارات، وفي نفس الوقت بيدل على ان البرنامج الاقتصادي اللي الحكومه حطاه ماشي في الاتجاه الصح، والا ما كانش حد جه. فدي دايما بتبقى فرص كويسه جدا لرجال الاعمال سواء من القطاع الخاص انهم يجتمعوا مع بعض، او من الحكومه للحكومه، او من الحكومه للقطاع الخاص. استقبل محافظ الأقصر محمد بدر السفير الأمريكي ستيفن بيكرافت أثناء زيارته الأقصر لتفقد المشروعات التي تدعمها الولايات المتحدة في مصر. هذا وقام بيكرافت أيضا بتفقد مدرسة المتفوقين بمدينة طيبة، وأكد أهمية دعم الطلاب خاصة المبتكرين والموهوبين والمتفوقين منهم. كما زار السفير الأمريكي أيضا معرض إنتل للعلوم الهندسية للتكنولوجيا، وطلع على عدد من اختراعات وابتكارات الطلاب. اعتبر الشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب أن الإعلام بإفريقيا لديه القدرة على تدعيم تقارب وتواصل بين دول القارة وشعوبها والدفاع عن مصالحها. وخلال لقائه وفدا من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة، دعا الطيب إلى الاستفادة من الثروات والإمكانيات الهائلة التي تمتلكها القارة السمراء من أجل حياة أفضل لشعوبها، ولفت إلى أن مصر تشهد الآن مرحلة جديدة من أجل تدعيم الدور الإفريقي في العالم. وأجاب فضيلة الإمام الأكبر عن تساؤلات أعضاء وفد الإعلاميين والصحفيين الذين أعربوا عن تقديرهم بدور الأزهر في نشر سماحة الإسلام. قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بزيارة ميدانية لمركز التنمية الرياضية بمصر الجديدة لمتابعة أعمال إنشاء حمام السباحة الأولمبي بالمركز على أرض الواقع. وتفقد الوزير برفقة عدد من قيادات الوزارة مجموعة من الملاعب الرياضية بالإضافة إلى المبنى الإداري. جولة تفقدية قام بها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير بمركز التنمية الرياضية بمنطقة مصر الجديدة. مركز التنمية الرياضية في مصر الجديدة ده تم تصميمه من أكثر من 20 سنة. كده احنا شايفين من وجهة نظرنا إذا قمنا بتطوير هذه الأماكن وقمنا بتقديم الخدمات الرياضية على أعلى مستوى، وقدرنا نحصل على الأدوات الرياضية والملاعب اللي معمولة بالشكل الحديث، أعتقد ده هيكون أكبر عامل جذب للشباب. النادي ده هيبقى
أول فروع الأندية اللي بتنشئها وزارة الشباب والرياضة علشان تقدم خدمة لكافة أبناء المجتمع. إن إحنا دلوقتي بقى في فئة من المجتمع مش بتلاقي مكان تمارس في الرياضة بصورة كويسة، فإحنا بنحاول إن نوفر الخدمة دي لكل الناس. الأندية كلها بقت ارتفاع الأسعار العضوية فيها بقى قوي جدا، فالوزارة بتنتهج دلوقتي اتجاه إن هي هيبقى في أكتر من منشأة إن شاء الله تفتح عضوية للفئات المجتمع كلها. هو لسه لحد الآن المشروع يعني احنا بنتعامل فيه مع القوات المسلحة ان احنا تطوير الملاعب والحاجات دي بياخد لها فوق 100 مليون جنيه، يعني الحاجات دي كلها تيجي يعني ايد على ايد تساعد. دلوقتي الدولة مش تعمل كل حاجة، فلازم تفكر في الطرق اللي نعمل بيها تنمية موارد في المجال الاستثماري. وبدأت أعمال تطوير الملاعب وإنشاء المسبح الأولمبي منذ 15 يوما على أن تنتهي الأعمال الإنشائية خلال العام الجاري. بنشتغل في الرسومات والمؤسسات بقالنا كام شهر، وبدينا بقى تسلمنا المشروع يوم 19/1 سلمنا الموقع وبدينا الشغل ان شاء الله. بدأنا من 15 يوم ومشروع تكلفته الاجماليه في حدود ال 50 مليون. متوقع المشروع ده يخلص في خلال 12 شهر من النهارده. مكونات المشروع عباره عن مجمع حمامات سباحه اولمبي. تاتي هذه الجوله لتحقيق الاستفاده القصوى من مركز التنميه الرياضيه لتحويله الى كيان رياضي اجتماعي يخدم المنطقه السكانيه التي يقع بها. احمد سامح اونلاين. مزيد من الاخبار بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. بدأت القوات المسلحة في توزيع الحصة الرابعة من العبوات الغذائية المخفضة في مختلف محافظات الجمهورية بواقع 1,000,000 عبوة جديدة. وتأتي تلك الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت القوات المسلحة في توزيع الحصة الرابعة من العبوات الغذائية المخفضة بواقع 1,000,000 عبوة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مخطط لطرح 8 ملايين عبوة تموينية. وطبقا لأوامر القيادة العامة للقوات المسلحة، تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤولياتها لتنظيم وتحديد نقاط التوزيع الثابتة والمتحركة وتسيير أسطول من السيارات المجهزة للمناطق الأكثر احتياجا، خاصة في المناطق النائية، ووصول العبوات إلى أكبر قدر من المستحقين على مستوى الجمهورية. وقد أشاد بذلك العديد من المواطنين. طبعا احنا بالنسبه للكرتونه دي بتوفر لنا توفير جامد. ما هي كرتونه بتعدي ال 50 جنيه اللي بياخدها 25 جنيه ده من سيد رئيس الجمهوريه. ربنا يبارك له يعني، وربنا يخليه لنا ويحفظه لنا ويحافظ لنا على البلد، الحمد لله رب العالمين يعني. فطبعا النهارده الست مثلا ماخدها النهارده الكرتونه ماخدها ب 25 هتوفر معايا النهارده 65 جنيه. طبعا قوات المسلحه طبعا هي اللي بتشرف عليها، فطبعا تلاقي حاجه نظيفه وحاجه جميله والوزن طبعا حاجه حلوه. دي بره ولا 70 جنيه وهنا دلوقتي في الجيش ب 25 جنيه. يعني كتر خير الدولة وكتر خير الجيش. مبسوط عشان بالغلاب، احنا غلاب بتفك كربنا دي، بتفك كربنا يعني عاملة لنا كتير. يعني ازازة الزيت فيها بيه ولا كيلو السكر؟ الحمد لله ربنا يخلينا السيسي يا رب ويخلي الشعب ويحمي مصر. يعني كرتونة محتوياتها جميلة جدا وب 25 جنيه. القوات المسلحة دايما للعطاء والجودة وبتدينا دايما كل حاجة. طبعا منتظرين منها أكتر وأكتر من كده. ما هو مكرونة وسكر ورز وزيت وشاي واخدة بال حضرتك وفيها صلصه، يعني الحاجات دي موفره معانا كتير قوي عن بره. يعني تحيا مصر، فعلا تحيا مصر. سعر الكرتونه واخدها ب 25 جنيه، لو اجيبها من بره ب 75 جنيه. الله هو كتر خيره بصراحه. هو يعمل ايه ولا ايه؟ ده خد البلد زي ما يكون واحد خد بلد متداينه وبيسد فيها حبه حبه. كتر خيره بصراحه، انت ما كل عليك دين بيسد واحده واحده وبتتعب. هو كتر خيره برضك. احنا حسبناها طلع ب 70 جنيه بناخدها ب 25. في ازاز الزيت كيلو سكر وبتنفع يعني في البيت، احنا زي ما بنلاقيش بره. جميله طبعا في ظل الغلا اللي احنا فيه. الحمد لله يعني ان في حاجه بتخفف عن الناس. تحيا مصر، احنا ما لناش غيرهم سندنا يعني في الغلا وفي الرخص وفي الحرب وفي السلم، سندنا في كل حاجه. الحمد لله على وجودهم. حاجه موفره وسلع كويسه، انا جربتها قبل كده، حاجه اخر جوده، مفيش بعد كده. تحيا مصر طبعا، احنا لنا غيرها.
كما شهدت نقاط التوزيع إقبالا لافتا من الجماهير لشراء العبوات التي يتم طرحها بنصف ثمن التكلفة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الدولة ومؤسساتها المختلفة للمعاونة في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب المصري. شنت قوات انفاذ القانون حملة مكبرة لتمشيط ومداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء وضبط العناصر التكفيرية المتورطة في استهداف وترويع المواطنين. هذا وأسفرت أعمال قوات الجيش والشرطة في مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط آخر بحوزة بندقية آلية، إضافة إلى ضبط 22 من المشتبه بهم. كما أسفرت العملية الأمنية أيضا عن تدمير 3 أوكار ودرجتين ناريتين تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتهم الإجرامية. وفي وسط سيناء أكد المتحدث العسكري القضاء على 7 تكفيريين وإصابة 3 آخرين والقبض على 6 شديد الخطورة و5 من المشتبه في معاونتهم للعناصر التكفيرية. تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بحوزة 3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين بالمنطقة الجبلية المتخمة للطريق الإقليمية، حيث قامت القوات بمداهمة الموقع وتم إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية، وتم ضبط 2 من التشكيل العصابي وبندقيتين و260 طلقة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم واختار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم. افتتحت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبدو أول صيدلية مجانية لغير القادرين في مصر بمقر ديوان محافظة البحيرة بمدينة دمنهور. وتفقدت المحافظة صيدلية الجديدة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوفر الأدوية بها وطرق تخزينها. أعلن اللواء أحمد صقر محافظ الغربية أن إجمالي استثمارات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة هذا العام بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لبحث ومناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية بمركز ومدينة كفر الزيات في حضور نواب البرلمان ومجموعة من الأهالي. وأضاف المحافظ أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات لتنفيذ محطة مياه شرب جديدة بكفر الزيات لدعم مياه الشرب المنتجة، كما أشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع. أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في إنهاء إجراءات تثبيت العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة من خلال تقنين أوضاعهم. وأوضح المحافظ أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والمحافظة لحصر كل العمالة المؤقتة على الصناديق الخاصة لإنهاء إجراءات التثبيت، مشيرا إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدي، حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بكافة المزايا الاجتماعية والتنافسية ورعاية الصحية والعلاجية. يسعى رسام الكاريكاتير سامح عرفة لنشر ثقافة رسم الكاريكاتير في أي وقت وأي مكان. التقرير التالي يرصد التجربة. الكاريكاتير بالنسبة لي هو الحرية في الرسم اللي أنا عايزه وببالغ زي ما أنا عايز. بدأت رسم من أول ما الدنيا قلم، كنت برسم على الملايات والبنطلونات وعلى الحيطان طبعا وعلى أخواتي، كنت برسم على كل الحاجات الثابتة والمتحركة. 2011 خدت الموضوع جد، نزلت كتب وفيديوهات أشتغل منها. 2013 عملت الصفحة بتاعتي وبقيت مهنتي إن أنا رسام. هو الكاريكاتير مستخدم من كاريكيو يعني يبالغ بالإيطالي، فن المبالغة، برسم بورتريه وببالغ في الصفات اللي بتبين الشخص دوت، مش مجرد برسمه وبحاول أجيب الشبه وخلاص. يمكن الرسمة الكاريكاتير الناجحة بتبقى شبه الشخص أكتر من صورته الفوتوغرافية. بدور على ناس الوشوش مميزة، كنت قعدت فترة برسم الناس الأندر جراوند، كنت كل ما أرسم حد يطلع مع باسم يوسف ويتشهر وأنا قاعد. تابلت، ماوس وبرنامج الفوتوشوب هو كل ما احتاجه سامح ليبتكر لونا جديدا من الكاريكاتير. رسم التراديشنال هو الرسم بالادوات القلم الرصاص او الالوان المية او الزيت او الاكريليك. رسم الديجيتال هو رسم بالتابلت، هو مجرد ماوس بس بيقرا بس البريشر بتاع القلم، لو التكيت بالراحه يعمل فاتح، التكيت جامد يعمل غامق. انا اخترت ارسم ديجيتال بينتنج عشان بيفرق جدا جدا في الوقت. مثلا انا عايز ارسم ايدي داير، انا ايدي فيها 7 الوان، فمتخيل لو انا بشتغل زيت بفضل احط الالوان احط الالوان احط الالوان وبعد كده احط لون وبيطلع غلط. الديجيتال فبيك اللون وبرسم بيه على طول، كتكلفه اقل بكتير وكوقت اقل بكتير جدا جدا.
من اهم الحاجات اللي عملتها كان جيم همام. جيم في اسكندريه يعتبر اكبر جيم في اسكندريه على البحر، اسمه همام. هي شركه مولات اسمها همام، عملوا جيم، فعملنا الكاركتر واحد صعيدي بادي بيلدر. اجمالي الرسومات المطبوعه كانت 100 متر مربع. من الشخصيات اللي وشوشها مميزه اللي رسمتها ايفا جرين وفرقه كراكيب، كنت راسمهم في اسكندريه، كانوا مطبوع على التيكيتات وغرقت اسكندريه. لم يتوقف سامح عند هذا الحد، بل اخذ الكاريكاتير الى افاق اخرى. بقالي فترة شغال في الكاركتر ديزاين، بدل ما بشلفط الوش بس هشلفط الجسم كله. كان اخر حاجة عملناها كان مع اوفويس ستوديو، عملنا كاركتر اوفويس دوت اله الحرب عند القدماء المصريين وبيحارب المومياوات الشريرة. عملنا لعبة كاملة في 48 ساعة بس، كرسم وكبرمجة وتحريك وكل حاجة. دلوقتي انا بدي ورش اسمها كاريكاتير دي، بعلم الناس الرسم، بحاول اديهم اللي انا اتعلمته في 3 او 4 او 5 سنين في شهر واحد، وكل واحد واجتهد، وبحط لهم منهج من 40 ساعة مذاكرة، لو ذاكروا الكلام ده بيوصلوا لمستوى زي ده. هدفي من اللي انا بعمله ان انا اعمل تيم كبير، اعمل تيم ضخم شغال في مجال الكاركتر ديزاين ان شاء الله، ونطلع منتجات تنزل السوق الناس كلها تشوفها، تبقى حاجة عادية ان انت تلاقي حد قاعد في الشارع بيرسم. نطلع افلام وجيمز ومجلات كوميك. حصلت القاهرة على لقب أروع موقع سياحي خلال العام الماضي في السوق الصينية. وقال مستشار السياحي المصري في بكين أبو المعاطي صالح إن اختيار القاهرة جرى بناء على تصويت في استفتاء أجراه أكبر المواقع الصينية للسفر والحجوزات، وشارك فيه 7 ملايين شخص. ولفت المستشار إلى زيادة حركة الطيران الناقلة بين مصر والصين وتسهيلات المقدمة للسائحين الصينيين، وهو الأمر الذي جعل السوق الصينية تحتل الترتيب 10 ضمن أكبر 10 أسواق مصدرة للسياحة إلى مصر العام الماضي. تتواصل اليوم الثاني فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية، وكان المهرجان قد انطلق خلال الساعات الماضية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وحلمي النمنم وزير الثقافة. كما حضر حفل انطلاق الأمير هنريك زوج ملكة الدنمارك وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب، إضافة لعدد من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب. هذا وقد أهنأ المحافظ الحضور بالدورة الأولى للمهرجان وتمنى لهم النجاح على أرض مدينة السحر والجمال شرم الشيخ. من جانبه أشاد وزير الثقافة بالقائمين على المهرجان وتمنى تكراره كل عام بنسب حضور أعلى. في تجربة هي الأولى في مصر، استلهمت الفنانة الأمريكية المقيمة في القاهرة شانيل عريف مفهوما فنيا جديدا على المشهد الفني المعاصر في مصر من أعمال الفنانة الأمريكية أليكس ميدي، وهو استخدام البشر وما حولهم كقماش ترسم عليه لتبدع أعمالا تبدو عند النظرة الأولى كأنها لوحات ثنائية الأبعاد استخدمت في رسمها ضربات بالفرشاة ولعب بالضوء والظلال. للوهلة الأولى يظن الناظر للوحة تركيبية على أنها جدارية يغلب على رسمها اللونان الأحمر والأرجواني لثلاثة أشخاص يجلسون حول طاولة، لكن عندما يدقق النظر فيها يدرك أن عيونهم تنبض بالحياة ليكتشف عندها أنهم بشر من روح ودم. اللوحة التي يطلق عليها اسم After Dinner أو بعد العشاء هي أحدث عمل فني ينبض بالحياة للفنانة الأمريكية المقيمة في القاهرة شانيل عريف، التي تستخدم البشر وما حولهم كقماش ترسم عليه لتبدع أعمالا تبدو عند النظرة الأولى كأنها لوحات ثنائية الأبعاد استخدمت في رسمها ضربات بالفرشاة ولعب بالضوء والظلال. شانيل عريف هي ابنة لسعودي وإيرانية هاجرا للولايات المتحدة وتقدمت لدراسة المكياج وفنون تلوين الجسد في لوس أنجلوس العام الماضي. وفي أعقاب عودتها لمصر اعتمدت على أصدقائها الذين قدموا لها أجسادهم ووقتهم تجرب عليهم فنها. النهارده الانستليشن فكره جديده وعجبني ان هما they bring art to life، يعني العكس، بدل ما احنا بنزنق بنصور الناس ونيجي نتفرج عليها حاجه مش عايشه، هي دلوقتي انت شايف اللوحه عايشه من الناس. فالفكره دي بتهيألي فكره جديده ممكن تعمل actually revolution في موضوع الارت وكده، وانا اول مره اشوف الموضوع ده هنا في مصر، يعني انا اول مره impressed، يعني بجد
مبهورة جدا بالشغل وبالحاجات الجديدة والماتيريال اللي مستعملاها، حاجة خيالية يعني، فعلا عجباني جدا بجد. المفهوم الفني الذي تستلهمه شانيل من أعمال الفنانة الأمريكية أليكسا ميدي يعد جديدا على المشهد الفني المعاصر في مصر، حيث يبذل الفنانون جهدا كبيرا ليتواصلوا مع الجمهور المحافظ. وعادة ما تبدأ شانيل عملها الفني برسم مسودة تستلهمها من حالة عاطفية أو مزاجية تعبر عنها في لوحة، حيث تحاول جاهدة لخلق شيء يجعل المشاهد ينسى المساحة التي يشغلها موضوع عملها الفني الحديث الذي يعطي دفعة للمشهد الإبداعي في مصر. ونذكركم بما جاء في هذه النشرة من أخبار. إسماعيل يتابع توفير السلع ويعفي السكر الخام المستوردة من الضرائب الجمركية. قوات إنفاذ القانون تقتل 11 إرهابيا في عمليتين أمنيتين بشمال ووسط سيناء. القاهرة تحصل على لقب أروع مقصد سياحي في السوق الصينية بعد تصويت 7 ملايين شخص. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.